بإذن الله برنامج بكسر الصخر، بس يبيله شوية وقت. بإذن الله برنامج صح الحين أنا أعلن لكم عن برنامج المجد وما أعلن لنفسي. يا جماعة اليوم بإذن الله راح تنزل حلقة وأخيرا بعد شهر على اليوتيوب. متى؟ ما أدري، بس تنزل اليوم. والله يا جماعة ما عرفت نفسي يعني أدلعكم وأنزل لكم ستوريات، ترى ما أعرف السناب يا جماعة، يعني يلا حتى التصوير منزله تحت كذا، طلع لي لغلوغين مرة. معانا الحين أحد المبدعين في هذا البرنامج، عبد الله. ابعد أنت. أنا بطلع معك. أنت لا أبعد. أنا أخو عبد الله من الرضاعة. أوكي. عبد الله بكل صدق وأمانة، رأيك بالبرنامج اللي راح يجي على المجد بإذن الله؟ أسطوري. مكسر الدنيا. انا اقول لكم برنامج دم في ذا الوجه ما ينفع تطلعون عليه، لا حد يشوفها بس في وجهي يشوفه. هلا عشان وجهي بس الوجه لا تشوفونه فيه. ايش شرى علي انا اللي اصورك أصلاً. حبيبي والله كلك شرى علي انا. لكل شخص يرجع شخص ثاني في الشمس ما ودي اتحسب، ما ودي لك، لا تسويها تكفى لانه ما بزينه. حر لهوب يعني فيها، ولك لهوب حر. افهم تكفى افهم.